خصوصا المصريين، يعني فيه توجد فيه العرب بزاف. أصعب بوست الأعمال ديالو صراحة غزال. فيه عطور الحلويات صورنا هنا من الناس دعايه اللي كيبغيو نعمل لكم دعايه. طبعا احنا من المغرب منا كنتعاود الناس صراحه هنايا ناس طبيعيين بزاف زين الضحك. هذا باين غيكون سوري لان هما اللي متواجدين كثره هنايا في الدراسه المصريين. كاينين المغاربه تا هما بزاف كنشوف الفرق بحال نقطه يعني صراحه كل شيء زوين هنايا. ان شاء الله غادي نمشيو للمحمود باشا شوف النظام العطور البهارات الحلويات التركية انا حيرة ما عرفش شنو غادي ناخذ. باغي ناخذ كل شيء هنا هاد المحل هذا زوين كما شفتو من قبل. فيه هادشي ديال ديكوراسيون هادشي ديال هادشي الاواني التركيه التقليديه النقرة فيه موجود اكسسوارات ولكن مصايبينها بشكل راقي وزوين. يعني اكثر حاجه كتعجبني هادشي ديال الديكور هاد البلاصه هادي صراحه فيها داكشي زوين. وبعد دي سوفونير الاثمنه ديالهم زوينه. هادو خديت من عندهم شي شويه حويجات زوينين